الشافعي الله يرحمه كان دائما يقول يا ابني اللي بيخاف من الله لا تخاف منه، واللي ما بيخاف من الله خاف منه. كنت أسأل شو يعني كيف؟ كان يقول يا ابني اللي بيخاف من الله لا بيطعم بالظهر، ما بيسرق مالك، ما بيسرق جهدك. اللي بيخاف من الله ما بيفكر يشوه سمعتك أو يحكي أسرارك، ما بيحاول يحطم معنوياتك حتى لو اختلف معك بالرأي، كان اختلاف صغير أو كبير. اللي بيخاف من الله ما بيظلم، ما بيقتل، ما بيضر الناس، ما بيستزلم، ما بيعمل حركات. مشان هيك الله وقف بطريقكم مثل هالنوعية من الناس، لأنه اللي بيخاف من الله بيخاف الناس تشكي لا الله. كونوا بخير. إذا ظلمت أو سببت أو قذفت في عرضي أو انطهك عرضي أو شتمك فلان من الناس، لما أحد الصالحين شتم وصله أنه شتم قال أهلا بحسنة لم أتعب بها، لما شتم قال أهلا بحسنة لم أتعب بها.
إذا كنت تملك سيارة ضع أمامها أو في خلفها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. في بيتك ضع في واجهة البيت كلما دخلت بيتك، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. ضع في جوالك في خلفية جوالك كلما فتحت الجوال، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق.